¿Sabes? Dile en el camión, vamos a tener que chupar. الاستاذ مراد جمال رئيس فرع جيو المحامين بصفاقس. نحن اليوم تنفيذا لقرار مجلس الهيئه الوطنيه للمحامين قمنا بتنفيذ وقفه احتجاجيه ببهو محكمه ابتدائيه بصفاقس تضامنا مع شعبنا في فلسطين وتنديدا بالعدوان الصهيوني الغاشم على اهالينا في غزه والقصف الذي تقوم به الآلة المدمرة الحربية الصهيونية على حي الشيخ جراح وما أدى إلى سقوط شهداء اليوم وصلوا اليوم التاسع تقريبا 212 شهيد ما بينهم 59 طفل إضافة إلى ما يفوق عن 1300 جريح تم تدمير مباني كليا وما زالت مفقودين تحت أنقاض هذه المباني. بطبيعة الحال أن ما يدور اليوم هو لا يقل أهمية على نكبة عام 1948 باعتبار أنه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة هي جرائم حرب، هي جرائم إبادة، إبادة عرقية، إثنية، دينية. وأمام كل هذا، أمام صمت المجتمع الدولي وعجز مجلس الأمن على إصدار قرار حتى بوقف إطلاق النار، وأمام بطبيعة الحال تواطؤ العديد من الأنظمة العربية التي تولت التطبيع مع ما يعرف أو ما يسمى بدولة إسرائيل، مع سكوت عدة أنظمة أخرى، أعتقد أن المحاماة هي من أول المناصرين للقضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهذا هذه الوقفة الاحتجاجية نحن نعتبرها ليست لها صبغة رمزية بقدر ما لها أهمية كبرى باعتبار أنه تمكن الأجيال القادمة من الوقوف على تحديد المسؤوليات الوضع التي وصلنا إليه بعد 73 عام من الاحتلال، وكذلك حجم الدمار والعقلية الكونية الصهيونية. نحن كمحامين ما نطالب به اليوم هو التسريع بإقرار قانون تجريم التطبيع، ما نطالب به كذلك هو على مستوى الدولي أن يقوم الاتحاد الدولي للمحامين بإعداد القضايا وإعداد الملفات والقيام بإجراءات لملاحقة المسؤولين الصهاينة وما يعرفوا بدولة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية وكذلك محكمة العدل الدولية من أجل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وبطبيعة أن الهيئة الوطنية للمحامين تبقى تتابع بانشغال الوضع الذي هو عليه الآن معناتها في غزة وهي في حالة انعقاد دائم، وبطبيعة الحال نحن استعداد لكل الأشكال النضالية إلى جانب بقية المنظمات الوطنية نصرة للقضية الفلسطينية. بالنسبة للهيئة بطبيعة الحال احنا كنا قد أصدرنا بيان للهيئة الوطنية في 15 مايو 2021، وأهم ما جاء فيه البيان هو أنه يحيي نضال الشعب الفلسطيني وكذلك معناتها يدين الجرائم الصهيونية المتكررة على شعبنا في فلسطين، وفيه تنديد بصمت الأنظمة العربية واستنكار لفشل مجلس الأمن في اصدار قرار يدين الجرائم هذه. كذلك أنه من أهم ما جاء فيه هو أنه أنشأ مرصد لتوثيق الاعتداءات الصهيونية وأعداد لأعداد ملفات للملاحقات القضائية كما قلت لكم معناتها منذ حين أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية من أجل جرائم حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية، وأنه اليوم الهيئة تطالب كافة الكتل النيابية الوطنية والديمقراطية للإسراع في سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويطالب رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية بدعوة جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ يدين الاعتداءات الصهيونية وكل خطوات التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني. كل ذلك تطبيع هذا من طبيعة دور المحاماة هي تقف إلى جانب القضايا الإنسانية العادلة، وكما قلت منذ حين أن القضية الفلسطينية نعتبرها أول قضية إنسانية عادلة تناصرها الهيئة الوطنية للمحامين وكذلك جموع المحامين بكافة أجيالهم. شكرا أستاذ.
خاصة أنه المحاماة معناها حاملة للمسائل، محاماة. بيان سور، معناتها احنا توا شوف شوف اليوم. احنا اليوم. الزينة معناتها ماش عندنا الدور هذايا، معناتها أنه نقفوا وقفات احتجاجية وكل شيء هذايا، سي بيان. لكن اليوم يلزمنا نكونوا عمليين. وانه راهو اليوم يلزم معناتها انه معناتها نمارسوا جميع ما لنا من علاقات ومن ضغوطات وكل شيء، لانه المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بما يرتكب من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من قبل الكيان الصهيوني. أليست هذه المحكمة هي معناتها هي جعلت معناتها لمتابعة معناتها كل المجرمي الحرب وكل المجرمي ضد الإنسانية؟ فإذا كان الاعتداءات اليوم من الكيان الصهيوني على ما نشوفه ما نشوفوه اليوم ليست جرائم حرب وليست جرائم معناتها ضد الإنسانية، فعلى الدنيا سلام. شكرا. مرحبا بكم. يعيشك. شكرا. إن شاء الله نشوفكم. إن شاء الله. في العشية نقول الحين ثم تحرك عشية الاتحاد.